اهلا خوتي خواتاتي كديري لاباس عليكم. نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس، ونتمنى من الله تكونوا كاملين في صحه جيده. واليوم جيتكم بفلوق جديد ونهار جديد والحمد لله. اليوم اخوتي غنشارك معكم ويتلوف اللي هذا هو ويتلوف، ولكن اخوتي هو ديال الكبوله. انا باللغه العربيه ما تنعرفوش باللغه العربيه، يعني ما عرفتهمش اش يسموه عندنا في المغرب. يعني انا هذا تنعرفو ويتلوف بالفلاما، يعني بالفلاما تنعرفو ويتلوف، وبالفرنسيه ما تنعرفوش. وهذا ويتلوف انتم راه تعرفوه، هذا هو ديال الكبوله. هانتوما شوفوا شحال شاريه، راه شاريه شي 3 و 3 6، شريت 6 الحبات. وها هو ما نقيتو، ما شاركتش معكم في التنقيه، ولكن التنقيه هانتوما تنحيد ليه غير دوك الشليخات الفوقينيين، بحال هادو دوك الفوقينيين تنحيدهم ليه. وندور الكاميرا شويه عندي. دابا هذا ويتلوف اللي تن نشروه، تحيدي لي هاد الجوج بحال هكا، انا حيدتهم نقيتهم من هادوك الجوج الفوقينيين، وتتنقي ديري لي هاد البلاصه، هاد البلاصه تديري ليها بحال هكا، تحيدي لي بحال تقولي ديك النباته انا حيدتها لي، ديري لي بحال هكا تحيدي لي ديك النباته، وتمشي معاه كله هكاك هانشتو من الداخل صافي. هذا هو ويتلوف اش تيحتاج، وتبعوا معايا خوتي، تبعوا معايا الطريقه اشنو تيحتاج. انا هذا هو ويتلوف تيدار في الفران، وكاين الويتلوف صوب يعني صوبه، وهذا الويتلوف تيتمشى مع حاجه اخرى. ها هو خوتي نحتاجو هاد الكميه ديال الويتلوف، يعني 6 حبات. وغنحتاج الزبده، انا كندير هاد الزبده يعني زبده بلديه، نحتاج الزبده. وغنحتاج هاد اللحم المدخن، يعني هذا كاشير تا هو، هذا المدخن ها هو في الهواء خوتي. هذا راه لا ماشي ديال اللي راه تنشريه من عند الجزاره المغاربه، شريته من عند الناس اللي في بلغراد، شريته من عند السفينه. هذا على مزيناته وقلت ليه راه بغيت نحتاجو فيه ويطلوف، قال لي هذا هو تاع ويطلوف، شريته مع السفينه. تا هذا مثلا انا ما تنستهلكوش بزاف، يعني تنشريه عام اللي بحال هكا نبغي نديرو في ويطلوف ضروري انا نتبع معكم الطريق. تنحتاجو مع ويطلوف هذا يعني اللحم المدخن، وشويه الكوزه، ها هي والله الا راني باقا شاريها، يلا شريتها شويه الكوزه، لقيت غير هاد الحبات هادو. وتنحتاجو شويه زيت العود، وتيجي زوين، تيجي زوين وتيجي غزال. وتنديرو انا مره تنديرو، تنحتاج يعني قلت لك هكا اللي قلت لك تاع الزبده، واحد هكا الزبده تنزيد شويه، المقله راه تتبان ياك. وتنحتاج شويه الزيت البلديه، يعني شي جوج معالق كبار بحال هكا بارا، رشة ديال الزيت البلدية، صافي. نخلي هادشي ديال تاي يسخن، وهو فين هو، يعني نحتاج المقلة ملي تسخن. وهانتوما خوتي تبعو معايا، تابعوا معايا الطريقه من الاول حتى الثاني، نبدا معاكم دقه دقه صافي. تنجيبوا الويتلوف ديالنا وتنديروا ليه هكا بالموس بحال هكا، نتكوه هكا بالموس بحال هكا، نديروا ليه هكا، يعني ندير معكم واحده اخرى جديده. دابا ها نتوما هذه هي ويتلوفه، ندخلوا الموس لداخل من هنا من نص هذه، ونديروه
نجيبو المص تل هنايا باش ما نفتحوش، وكاين اللي تيفتحو انا ما تنفتحوش باش يبقى صين. غتبعوا معايا كيفاش غندير لي، وتنمشو تنمشو خوتي بالعمليه هكا كاملين، غنمشي معاهم هكا، وتن ملي نمشي معاهم كامل هكا نبدا نستف فيه. ها هو فين هو، هذه راه درتها، وغنمشي به كامل، غنمشي بنفس الطريقه اللي بديت معكم. بعد ما خليته شي ربع ساعه هكا، دابا هذه الحيده ندير هنا باش ما لقيتش البلاصه، دابا ندير لها بلاصه، ودابا غنشدو ونقلبو، يعني نقلبو هكا. ها نتوما كيفاش يطيب، كاين اللي تيسلقو، انا ما تنسلقوش لحقاش ما نبغيش داك الفيتامين ديالو كله يمشي. اي حاجه انا ما تنبغيش نسلقها، نبغيها هذيك. دابا تابعوا معايا، راه باقي بزاف، راه ما ذكرتش لكم باقي بزاف، يعني باقى الحاجه اللي عرافقوا معاها اللي غيكون يمشي معاها. ودابا ها هي درت لها بلاصه، دابا ها هو طاح سخف، يعني جاتو السخفه بحالي. واو سمحوا لي اختي ماشي معايا، يعني سالت ديك العشايه وهي سالت ديك هي في عشاها، وهي راه مع ناسها ومع يعني راجلها وعدوزتها الله يخلي لها ناسها والحمد لله. دابا ها هو بحال هكا، اش غنزيدو عليه؟ غنزيدو عليه شويه البزار، انا عندي البزار هذا دير تنحو، يعني تنحكو بحال كل اللي ما عندوش يدير البزار هذا، يعني بزار مطحون انا عندي بزار. وعنديرو الملحه، ها هي الملحه ما تكثروش بزاف لحقاش مازال غيكون الكاس، مازال غيكون الكاس، وتعرفوا الفرماج يعني الكاس تيكون دير تيكون مالح، هو غنديرو ليه عرشيش بحال هكا بحال هكا، واحد شوية الملحة وواحد شوية البزار هكا صافي، البزار وشوية الملحة راه هاد، والكوزة ما نديرهاش فيه هنايا، الكوزة تدار في لاصوص. وغنتبع معاكم، غنتبع معاكم بمرحلة بمرحلة، نتمنى من الله يعجبكم هادشي، ونتمنى من الله نكون غادي معاكم تدريجيا. قلنا شويه الملحه ماشي بزاف لحقاش الكاس باقي دار فيه الملحه، والكاس فيه الملحه، شويه البزار، واللي ما عندوش البزار بحال هذا حبو تيطحنه بحال هكا يدير البزار بحال هكا مطحون صافي. هادشي اللي تيدافو فيه اللي وريتكم راه هما اللي تيدافو فيه. والكوزه، الكوزه ما الكوزه عنديها انا في لاصوص ما نديرهاش هنايا. ودابا احنا كيما قلبناه هذا يمكن هذه يمكن باقي غير ما قلبتها ولا قلبتها باقي هي تقلبت، وعيبقى بحال هكا مازال نزيد نتكيه بالموس، مازال نزيد البلايص اللي باقيين دايرين نزيد نتكيهم بالموس. هاي البلايص اللي قاصحين شتو، نزيد ندير فيه الموس بحال هكا، بحال هادي قاصحه شتو، نزيد ندير فيها الموس بحال هكا. ودابا نسدو عليه ونخلوه يطيب لخاطرو، ونتي هو تيترافق مع البطاطا مسلوقه هكا مسلوقه بحال هكا. راني انا درت خمسة الحبات تاع البطاطا، هاهي البطاطا بعد ما غسلتها عنديها تسلق، نتوما عارفين راه كاع تنسلقو البطاطا، انا البطاطا نسلقها بلا ملح بلا والو لحكم انا ما تناكلش الملحه، يعني لا هذا لا درت فيه ملحه، بحال البطاطا ما عنديش فيها الملح، انا الملحه مجنبها والسكر مجنبه. الحمد لله راني ما مريضه ما حتى حاجه بالملح ولا السكر، ولكن الحمد لله على الاقل نعالج في صحتنا قبل تسلق. رجعت نعرف نسلق البطاطا
وهي راه قاعده نعرف نسلق البطاطا، انا عاد نشارك معكم داكشي اللي كنطيب، يعني داكشي اللي درته في داري تنشاركوه مع خوتي، ماشي زعما تنفتاخر ولا ندير شي تنصنع صواريخ ولا شي حاجه، تنشارك معكم داكشي اللي عندي تنشاركو معكم. وشكرا لكم والله يحفظكم، وشكرا على التعليقات ديالكم، شكرا على الدعاوى ديالكم، والله يحفظنا ويحفظكم من الحاجه الخايبه. وصافي خوتي دابا نبقاو نخليو شويه، نخلي الوطيف ديالي شويه طيب، البطاطا ديالي شعلت على البوطه، ومن بعد نبدا معكم لاصوص ديال الوطلوف. الصوص تاع اليوطوف الوطلوف تنحتاجو فيه شويه الملحه، تنحتاجو فيه روم صوص، تنحتاجو فيه الجوزه، تنحتاجو فيه شويه البزار، وتنحتاجو فيه الزبده سميتو، تنحتاجو فيه معلقه ديال الطحين على حسب تحبتي ديري تاع الصوص، انا تندير معلقه ولا معلقه ونص هكا، وتنحتاجو فيه الحليب، الحليب على حسب شحال عندك. الصوص ديالنا طيب، غنديرو طاب، غنديرو فيه روم صوص، انا تندير روم صوص حيتاش ما تنديرش الكاس لداخل، تندير روم صوص صافي، حيتاش انا تنحتاج الصوص، انا نوريكم، انا هانتوما راه روم صوص هذا، باش يجي بنين، يجي بنين، حيتاش هو هاد البطاطا تتبغي الصوص، لا تبعتو هاد الطريقة راح تنجح ليكم 100%، حيتاش أنا بغيت ندير شوية الجوزة. شوية البزار، ونحتاج شوية الملح ماشي بزاف، وغنخلي رجاء الناس تعرف طيب هذا الصوص، ولكن انا تبعت لكم على طريقتي، انتم هذا راه غادي في الطياب شتو، وهانتم اخوتي انا بعد ما يطيب هذا يطيب، يعني لاصوص هذا الصوص ديال الويتلوف يطيب مزيان، تندير فيه بيضه، تندير فيه بيضه، علاش؟ واحد البلجيكيه كلت عندها هاد الويتلوف وشفتو عندها لاصوص عندها زوين وبني، وهي شل حوايج علمتني في هاد الويتلوف، حيتاش انا كنت نديرو تيجيني حار تيجيني مر، وبقيت نقلب نقلب، وهاد هاد هاد, هاد السيده الله يحفظها بعدا شيدي تعلم من عند شي، والحمد لله قالت لي ديري فيه بيضه، ها تندير فيه بيضه، انا ما ها هو تنشري الكاس ديال الويتلوف، شتو تنشري الكاس ديال الويتلوف، ها الويتلوف فينا، يعني هاد الكاس انا تنشري هاد الفرماج تنشريه، حنا تنقولو ليه كاس،
بعد الفرماج تنشريه ديال الويت لوف. هذا انا ما تنديروش هنا لحقاش يعقد ليا لاصوص، وهذا ويت لوف سولت هذيك السيده قلت لها علاش الصوص تيبقى جاري، قالت لي ما ديريش الفرماج، يعني الفرماج هذا ما ديريش في في في, في لاصوص، ديري غير هذا روم صوص، وهذا قالت لي تحطيه من الفوق، وانتم تتبعوا معايا وعاد تشوفوا نهايه، يعني راني وريتكم كل شيء. وطلفه وسيري طيب قولي طاب، لاصوص ديالنا ها هو طاب، البيضه هاني وريتها لكم، هذا الشيء خوتي اللي كاين في ويتلوف. ودابا تتبعوا معايا الاخر ديال الفيديو. شفت الحامض هي حامضه، انا درت جوج حامضات، وحده قطعتها هي فيني جوج حامضات، نشدهم نعصرهم، خاصهم ليا راه ما تيبانش لكم باقينا العصاره، تنشدهم نعصرهم هكا في العصاره. الحامض راه زين، فيتامين سي راه مزيان، تعاود بنادم بقى يشري داك فيتامين سي ويشربو، ياكل حامض ولا ياكل ليمون بزاف، ولا انا عزيز عليا الحامض، الحامض كنشربو بزاف. اختي جميله راه ديما تقول لي انت ماكي اختي نجهدي نعطيها كاس حكا تاع الحامض، كاس الحامض تشربو ولكن ماشي حامض انتوما، انتوما غاديين معايا تشوفو، وكاين انا كنشربو ملي كنت في اليونان، اليونان الحين داش الحامض نجيبوها من برا، ماشي جا برا من الزنقه، يعني ما نشروش ولا شي حاجه. أغلبية ملي كنت خدامة على الباطرة تبارك الله الحامض عندها عام دربي، ولا إلا الراجل ديالها يخرج الحامضة مع الصباح ينقيها هكا هكا يقشرها، يقشر بالموس ويبدا يقطع بالموس وياكل. هما تيستعملو الحامض بزاف أي حاجة، حتى الماكلة ديالهم، واحد الماكلات دابا نشارك معاكم شي ماكلات. نشارك معاكم داكشي اللي كنعرف، صافي خصوصا اللي كان الحال سخون مزيان. انا في بلاصه المناضه وبلاصه هذيك شيبسي بيبسي والمونادا والكولا، يعني كوكاكولا وداكشي، تنشرب الحامض ملي تناكل شي حاجه ثقيله ولا شي حاجه، تنوض نعصر الحامض ونشربو تيهضم ليا كلشي واتيل وصافي. خوتي هانتوما بحال دابا راني ضري العطش، قرعتي يلا خوات وغسلتها، وهانتوما كاس ديال العصير ديال الحامض بالماء، وبالصحة والراحة بسم الله.
الحمد لله يا ربي هذا راه احسن من الفانطاز. ودابا بعد ما كتشوفوا بعد ما طاب البيتلوف وطاب الصوص اللي درت معكم نزهه، دابا كتشدوا كديروا وسط من هذاك اللحم المدخن وكتستفوا كامل بحال هكاك في اللاطه اللي غادي تدخلها الفران، ومن بعد هانتوما غادي تشوفوا المراحل كله غادي تدوروا بحال هكا، ومن بعد عاد باش غادي تحيد هذاك الويتلوف وتخوي في هذاك اللاطه اللي غادي تدخل الفران، تخوي فيها هذاك شويه ديال الصوص ودير شويه الفرماج ديال الويتلوف، كتشري خاص ديال الويتلوف وتستف هذاك الويتلوف اللي مدور به اللحم المدخن وتزيد فوق منه شويه ديال الفرماج وتزيد ثاني شويه ديال الصوص ودير شويه الفرماج ثاني ديال الويتلوف من الفوق وتدخلهم الفران يتحمروا، وهادو ما غادي تشاهدوا المراحل. تبعوا معنا البنات حتى تشوفوا راه كتجي هاد الاكله زوينه ونزهه كديرها. هاد الاكله راها بلجيكيه خاصه بالناس تاع بلجيك كيديروها بزاف وكتجي زوينه. وهانتوما خوتي بعد ما تحمر الفرماج من الفوق دابا ها هي تقديم غنقدموا البطاطا مسلوقه. ها هي رافقتها معاه، ندير لها غير هوك او هوك. ودابا غنجيب باش نهز هانتوما سمحوا لي اخوتي هانتوما نحطها هكا هي فين هي سمحوا لي شتو باش تيجي لاصوص ديالو كاين باش هاد البطاطا. وبعد ندير شويه لاصوص بحال هكا ونحطو على هاد البطاطا هكا، ما نعاودش لكم كيفاش تيجي بنين ولذيذ. سمحوا لي على التصوير راه التصوير عندي شويه دير ممكن رتيبة كل شيء. وهانتم اختي اخوتي اخواتاتي ها التقديم النهائي ديال ويتلوف من عند النزهه العبديه. ودابا اخوتي اخواتاتي غنقول لكم السلامه، وها هو فينا هو ويتلوف ديالي، وشكرا لكم والصحة والراحة، ونتمنى من الله يعجبكم هاد الطريقة تاع الويتلوف اللي درت، وان شاء الله نقدم لكم مازال نبارطاجي معاكم داك سميتو. اسمحوا لي راه البات رسالة. وما تنساوش خوتي لايك وابوني، والسلام عليكم. ها هو خوتي.